تحيط لك يلص. شوف جوان كيلاص وقعد لاصق لهنا شوية تشوفوا فيها في البرمي سيلندر توجور سويفت ولا سيكس كات توجور برمي سيلندر هو اللي يوضر اللي يعود يفويتي هاو قاعد لاصق جوان كيلاص طرف تاعو هنا ترمو لي رشا ومن الفوق وزيد دوك نعطيلكم لا كيلاص هاو البرمي سيلندر لي صفا تاعو باينين شوية فيه من الماء راكم تشوفوا في جوان كيلاص كيفاه راهو رشا خلاص هذيك كي تسخن تولي لا كومبريسيون تاع ديال الماء وجوان كيلاص اللي فيها تاع كاغت اه ورشا دونك هادي فيها غير جوان كيلاص بركا يتبدل وفضت ومن بعد الريكلاج تاع لاشين يكون قد قد والسلام عليكم هذا هو لهنا وسي قاعدة تفويتي شوية لهنا وسي بدا يفويتي لهنا بدا يلحق الماء لفوق السيلندر على ديك كمية بركة على كومبريسيون كانت توضر وكي ترجع على كومبريسيون الماء مش الماء يعدي عليه سوباب شوية ها ترموا حمار بزاف شوية بركة تاع الماء اللي باين فوق وش اسمه هادي نعاودو لها غير جوان كيلاص بركة بربي ان شاء الله ترجع كيما كانت ولا بس على انا طويت البلوك خاوتي تاعها مولاها انا طويت حتى لا كيلاص مولاها قلت له يجيب لي هذا جوان كيلاص قلت له باسكو ركبت منه ربي يبارك تاع الكاغت هذايا مش كيما لاسكو اللي يركبوا فيها ما يصلحش قلت له جيب لي تاع الكاغت الحق جاب لي الحديد ومن هنا رجعتهم قلت له لك لقيت هذا جيب لي هذا لقاه الحق او جابوا جاب لي هذا مليح ركبته ديجا في اسكس كات اخرى وربي يبارك خرجت مليحه وكل شيء لليوم راهي ملاح يعني ناجح ننصحكم به هذا باك لانجر هذا عندي ابل ها هو جوان كيلاص كيف يركب نحيته من الساشية راح نركبه كي حكيت معاه على الطوموبيل قلت له لقيت لاشين ديكاليا وش قال لي كنت العقبه ما نطلع حاجه بالطوموبيل قال لي كاين عقب نطلع فيه بريمير وبالسيف قلت له كانت مديكاليا في البركان اوريزمون لي راهي كانت مديكاليا في البركان وجات مديكاليا في لي زر بركان كانوا يروحوا له لي سيرش تاع لي سوباب باسكو قريب 4 سنين هو ماشي بها كيما هكا اكثر من 3 سنين وهو ماشي بها هكا قلت له كي نريقلها بربي ان شاء الله نروحوا نحكموا عقبه انا وانت ونشوف الطوموبيل باذن الله ربي ورحمته ولا انا بعدك تحكم عقبه ورجع لي الاخبار المهم تركه باذن الله هذه نصحتكم على نعتلكم وراها اللي يصلح لجوانت كيلاص تاع لا 6 كات الطوموبيل ما فيهاش ترموستا ومش راح نركب له ترموستا باسكو علاه لي ترموستا اللي ميم لي يتباعوا الدور يجينو ماهيش ملاحه على هذه مش راح نركب لها ترموستا باسكو تركبها تلقى فيها مشكل ديريكت وصعيبه بات تنحى تاعها هكا هاي وين تجي لازم نحي لابنيسيون باه نوصل لها دونك على ديك قلت له خليوها بور لو مومون هكا الحاله مليحه ما تقلقش يعني قلت له ابار دير لها الاخرى تاع موديفيكاسيون تاع التي هذاك وزيدوا لها المانو على برا هذيك بربي ان شاء الله تصلح فيها ما سيتهاش بس عم بالي بها تصلح هذا هو درك نكمل نقفلها ان شاء الله وبعد ما نكملوها نحاول نعمل لكم فيديو عليها ان شاء الله فضيتها خلاص خاطي ذا 6 كات درك راح نوض حطيت لها طرف تاع نص تاع فلتراير على جال الكانستر و ديبيمتر بلا ما يخرج ليش تشاك طبعا الكوس درك نوض ان شاء الله نشوفو كيف تنوض بس يبقى الروتار هذاك تاع وش اسمه تاع موضة ولا يتنحى عشان باسكو مكاد قد قد بسم الله على الاخر نطلع نحيو فيتاس سيت على 5 ايام بسم الله يلعق بيكم هاي نضت ضرب
الضربه تاعها خير من اللي كانت نهار اللي دخلت السنه ديجاجي برك على الشيء اللي فوق البيستون. اكسليريو لها شويه. هاي ديجاجات ما كاين اوكين فيبراسيون، ما كاين حتى شيء، قري غير نصب لها الماء برك و سي بون. بدات لها سيبور من تحت، شوفوا الموتور كيف يدور، كل شيء على عينيكم تشوفوه. ربي يبارك، صطاب الراكح ما كاين فيها حتى شيء، الحمد لله. قال غير معايا تمولها تجي يداها وخلاص، طفوها بما ما تسخنش. بغيتكم السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في معلومات اخرى وفيديوهات اخرين ان شاء الله. ما تنساوناش بالجيم والبارطاج. بقى لي ركب الخيط على ماس هذا تاعها مع الاخر برك، والكاش تاع بوبينات اي بوبين وخلاص، والفلترار. ما تنساوناش بالجيم والبارطاج ورحمه على الوالدين، والسلام عليكم. وعطيونا رايكم اوسي، رايكم يعني فيها، ولا اللي عنده اي تعليق نجم يحط لنا، ولا اللي عنده اي حاجه نجم يكتب لنا ان شاء الله، والسلام عليكم. لا مش لا مش هتعدل زيها. تطلع ملاح مش كيما بقى تتغم تتغم ما تطلعش تحبس في دورة كيما كاسي تموت تموت خلاص. دروك هي تطلع مرتاحة خلاص، هاي بريميرو كون اكسيليري دي مليحه تطلع نورمال. اللي منها اكثر من الاخرى. دور هنا بعده خلي نزود التاكسي صح، ما تكفيناش. هاي سنة فيها تفرق هذا قدامه. اطلع اطلع على روحك صاي، مش هتعد زيان. هذا قد قبلك، هذه ياسر كنت هكا ما تطلع حاجة. هكا تموت لك. هكا تموت كيما ايه. اي كطيحتي عاود عاود مبين الحفرة هي اللي طي ديرك، وقلت لك توصل الفوكس.